أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني في برنامج حكاوي اليوم. الفقرة دي فقرة مهمة جدا، هتهم كل ست بيت بتتفرج علينا. الرجالة ممكن ما يتفرجوش على الفقرة دي، لأن الفقرة هتكون مخصصة لكل سيدة بتتفرج علينا. الفقرة دي هنتكلم إزاي تقدري تستخدمي منتجات عضوية للعناية بالبشرة والشعر، وفي نفس الوقت هكون جاية لك جاهزة، وهنبعد بشكل كبير عن الأضرار للمركب الكيميائي. النهاردة معايا خبراء التجميل، أستاذة نوران البوسيلي وأستاذة سارة السيد، والأونرز لكيوس كوزماتيكس. أستاذة نوران، خليني في البداية أتكلم معاكي في نقطة مهمة جدا. فكرة كيوس كوزماتيكس ابتدت معاكي إزاي؟ مساء الخير. أولا برحب بحضرتك وبرحب بالمشاهدين كلهم. ابتدينا في كيوس بقالي 15 سنة بشتغل في منتجات العناية بالبشرة والشعر عامة في شركات كبيرة. تمام. شركات مالتي ناشنال اشتغلت معهم في مصر وبره مصر. وبعد 15 سنة بصيت حواليا ما لقيتش ولا منتج واحد بيخاطب الست اللي زيي، اللي هي ست مشغولة جدا عندها التزامات كتير جدا. دايما المنتجات بتطلب مننا ان احنا ناخد وقت من يومنا، وان احنا نعمل ريلاكسنج، وان احنا نعمل خطوات كتيره وعده. بتحتاج مجهود بالظبط. فالفكره كلها ان احنا قررنا ان احنا نعمل منتجات تكون طبيعيه بس في نفس الوقت عمليه. تمام. استاذه ساره، في البدايه برضو عايز افهم منك نقطه مهمه جدا. فكره المنتجات نفسها ازاي قدرتوا توصلوا للتركيبه المثاليه، ان انا اقدر اوصل لريزلت كويس جدا وفي نفس الوقت ان المنتج يكون طبيعي؟ بس هو احنا كانت اهم حاجه بالنسبه لنا طبعا ان الحاجه تبقى طبيعيه. وبصينا على الحاجات الطبيعيه لقينا ان فيها ثلاث حاجات صعبين جدا. تمام. واحد، الريحه كانت وحشه. يعني او يعني مثلا زيت الجرجير لو انت شميته ريحته الطبيعيه وحشه جدا. تمام. ان انت مثلا عشان تعمل ماسك للشعر وتعمله في البيت وتحطه على شعرك بينقط بيزيد بيبقع، يعني في حاجه كده معروفه عند الستات اسمها البيجامه بتاعه الماسكات. تمام. بتبقى مبقعه كده وحشه ما اعرفش ايه. فده حاجه كل الستات ما بيحبوهاش. لما كنا بنتكلم مع الستات، واحده قالت لنا ان ابنها قال لها ماما انت ريحتك وحشه بعيدي عني، لما كانت عامله ماسك. يعني هو الموضوع صعب للدرجه دي. ريحه بتبقى وحشه جدا. فريحه بتبقى وحشه، بيبقى البروسيس ماسي جدا، ان انت بتوقع بتعمل بيبقى الشكل مش حلو. وبيبقى الموضوع بياخد ساعات بقى، يعني انت عشان تقدر تحضره اصلا، عشان مش بس تحضره وتحطه على شعرها. او حتى لو بنتكلم على المنتجات اللي هي اللي تعتبر سريعه الكيميكلز، يعني انت بتحط الماسك على شعرك وانت في الحمام شعرك مبلول، بتستنى نص ساعه. احنا لما بصينا على حياتنا زي ما نوران قالت، الكلام ده ما كانش عملي. طب اتغلبتوا على ده ازاي؟ عملنا الفورميلا، التركيبه بتاعتنا عملناها انها تبقى سريعه الامتصاص. تمام. بكل بساطه، بدل ما بتحط الماسك على شعر مبلول بتحطه على شعر ناشف. ريحته حلوه، فحطينا ورود وحطينا حاجات كتيره جدا جوه المنتجات، بحس ان هي ريحه تبقى حلوه. وتاكدنا ان المنتج يمتص بسرعه جدا عشان ما يبقاش فيه بقى حته الحرج بتاعه شعري مزيت بيبوظ لي الدنيا. بتحطها وتنزل. يعني انا مثلا دلوقتي ممكن احط شويه على شعري وابقى قاعده مع حضرتك وشعري بشكله حلو. تمام. استاذه نوران، خليني بقى اتكلم معاكي في نقطه مهمه جدا، وكتير من السيدات اللي بيحبوا يخشوا المجال ده بتبقى بالنسبه لهم عائق كبير. ازاي قدرتي تعتمدي على التسويق الاونلاين واستخدام السوشيال ميديا انك توصلي المنتج ده لكل بيت؟ طبعا النهارده وخصوصا بعد الكوفيد الاونلاين بقى اهم حاجه، بقى هو الاساس، هو الاساس لكل بيت. وحتى احنا نفسنا في عاداتنا الشرائيه اتغيرت للاونلاين اكتر. الاونلاين مهم جدا، اولا يبقى فيه ويب سايت، يبقى فيه بيج على صفحه على الفيسبوك وصفحه على الانستجرام، تكون بتدار بشكل كويس، بينزل عليها كونتنت كويس، بينزل عليها محتوى دوري بشكل منتظم، محتوى بشكل منتظم اولا. وتاني حاجه ان يكون المحتوى مهم وله صله بالبني ادم اللي بيتفرج عليه، يعني ما اكونش انا بكلمهم في حاجه وهم في حاجه ثانيه، فيكون المحتوى مهم ويكون مهتم بالمحتوى ده، مهتم بالمحتوى ده بالظبط. ويكون ريتش، غني، يعني يكون محتوى كويس يقدر الناس تستفيد منه وتبقى انترتين منه وتبقى مبسوطه منه علشان تقدر ان هي تتابعني، ما بقاش تايهه في وسط الزحمه ومحدش قادر ان هو يعني يبقى مهتم بيا. طيب خليني اعرف منك الاوردر هيوصلني بعد قد ايه بعد ما نطلبه؟ الاوردر في العادي بيوصل بعد خلال يومين لثلاثه ايام عمل، دي الدوره العاديه بتاعه ان احنا نعمل اوردر. طبعا ده بعيد عن الاعياد والاوقات اللي هي بتبقى فيها اجازات او حاجه زي كده. تمام. استاذه ساره، كل السيدات اللي بتتفرج علينا دلوقتي بيكون في دماغهم فكره مهمه جدا،
المنتج المركب الكيميائي للمنتجات التجميليه هي كويسه جدا، هتديني نتيجه سريعه حتى لو ليها اضرار، بس كنتيجه لحظيه هتبقى عندي وبشكل كبير. خليني اعرف منك ازاي قدرتوا توصلوا لنفس نسبه الجوده في النتائج والريزلتس وفي نفس الوقت يبقى المركب عضوي او اورجانيك؟ بص، هو على غير اللي الناس عارفاه، هو المنتجات الطبيعيه فعاله جدا، يعني هي الحقيقه انها فعاله جدا. هو الفرق مثلا ان في حاجات معينه زي مثلا تساقط الشعر، ده بياخد وقت اطول. ليه؟ لان المنتج الكيميائي بيبقى فيه حاجه زي ما بتكون بتسرع الدوره، محفزات. المنتج الناتشرال بيشتغل مع طبيعه الشعر، الشعر الطبيعي ان دوره النمو بتاعته من 6 ل 8 اسابيع، فانت مش المفروض ان انت تبقى اكسبكتنج ان المنتج يشتغل قبل 6 ل 8 اسابيع، فعشان كده بياخد وقت. بس مثلا لو هنتكلم على ماسكات الشعر، لا، انت ممكن تلاحظ الفرق من اول مره. ليه؟ لان انت اول ما بتحط مثلا يعني احنا في منتج مثلا هنا في طماطم، في برقوق، فلما هو انا ملاحظ ان في فرايتي عندك كبيره جدا في المنتجات وفي تنوع. عايز افهم منك كل منتج بيكون ايه فايدته وازاي اقدر استخدمه. طيب يعني احنا عندنا ممكن نبتدي بدول. تمام. ده ممكن نرفعهم عشان نوريهم للساده المشاهدين. ده تمام. بيبقى اللي هو ال زي سولوشن كده بتتحط على فروه الراس، ده لتحفيز النمو. عندنا برضو واحد شبهه بالظبط للقشره. تمام. الفكره في دول ان هم يعني ده مثلا في حاجات مهمه جدا زي التوم، زي ال الجرجير، جنزبيل، الحاجات دي كلها بتحفز على نمو الشعر. ده مثلا في حاجه مهمه جدا، خل التفاح، ده احسن حاجه تماما للقشره، بس في نفس الوقت مشكله مثلا حاجه القشره ان هي بتنشف الشعر جدا، فروحنا حطينا عسل. العسل بيظبط مع خل التفاح، فالشعر نفسه ما بيبقاش جاف. طيب خليني افهم منك بشكل مبسط لباقي المنتجات كمان لكل الساده المشاهدين، ازاي نقدر ان احنا نتوقع النتيجه بتاعت المنتج، يعني بعد قد ايه انا مستني يبقى فيه ريزلت؟ ده من يعني كل المنتجات بتاعتنا من يعني من تاني او تالت مره ممكن تحس بالفرق. بعد 10 ايام هتحس بالريزلت تماما، ما عدا بتاع اللي هو نمو الشعر، ده الحاجه الوحيده اللي بتاخد من 6 ل 8 اسابيع. طيب ممكن تقولي لي باقي المنتجات اللي معانا؟ دول ثلاث ماسكات، دول ماسكات شعر الكبار، دول واحد للشعر التالف، واحد للتغذيه، واحد للجفاف الشعر، الترطيب، جفاف الشعر. عندنا اثنين كريم بشره للجسم، واحد للجلد الناشف جدا، وده برضو مستو ان هو في مواد بتنفع مع اي حساسيه جلديه، يعني مثلا في ناس عندها حاجات اسمها اكزيما، حاجات اسمها سورايسز، اللي هي حساسيه عامه، حساسيه عامه وبتبقى حساسيه قويه. ده من المنتجات الفعاله جدا على الحاجات دي، لانها بترطب جامد جدا، واهم حاجه بميزتها ان هي ما بتلزقش او ما بتعملش طبقه دهنيه على البشره، فما بتبقاش متضايق. تمام. ده من الحاجات اللي بتسال عندنا جامد جدا الحقيقه. ده كريم بيتحط على البشره، بيبقى قبل النوم، بيساعد على الاسترخاء، يعني في لافندر، في كاموميل، في حاجات حلوه كده، ماسك عشان تقدر ان انت تسترخي وتنام. طبعا مرض العصر هو اكيد موضوع الاسترس بالظبط، فده بيساعد عليه، وكمان بيعمل زي انتي ايجنج للجسم او البشره. هنرجع نكمل برضو باقي المنتجات، بس استاذه نوران انا في موضوع مهم قوي عايز افهمه منك. اتفضل. كتير من السيدات ما بيبقاش عندها نولجمنت او عندها المعرفه ايه المنتج المناسب ليه. طب انا عندي مشكله مثلا تساقط الشعر، تمام، ما تبقاش هي دارسه شعرها نوعه ايه، هل انا هستخدم المنتج ده هيبقى افضل لي، طب المنتج ده الريزلت ازاي هوصل له. خليني افهم منك، هل بيبقى فيه الاول يعني نقدر نقول كونكشن مع العميل عشان نفهم المنتج ده هيكون مناسب ليك ولا لا، وازاي قدرتي تخلقي الاليه دي؟ طبعا احنا بنستغل السوشيال ميديا بيجز بتاعتنا اللي هي الفيسبوك والانستجرام، ان احنا بنعمل استشارات من خلالها. الاستشارات دي بتبقى خلال ان حد بيبعت لنا دايركت مسج من عليها، يقول لنا انا مشاكل شعري كذا، انا بعاني من كذا وكذا وكذا، واحنا بناخد المشاكل دي ونبتدي نرشح له الروتين المناسب من المنتجات، نقول له يستعملها ازاي مع بعض، ويستعملها كم والكيف بتاع استخدام المنتجات دي، فبنرشح له الروتين الصح ليه. وبتدي له اكسبكتيشن، يعني هل بتسيبي دايما دايما العميل بيكون عنده اكسبكتيشن ان انا اول ما حاجه استخدم المنتج ده انا تاني يوم هيبقى شعري زي فجاه بالظبط كده كانه ماجيك. فانا عايز افهم منك الموضوع، طبعا مش ادوات سحر يعني، طبعا نقدر نقول تايم لاين قد ايه عشان انا اوصل للنتيجه الكويسه اللي تبقى مرضيه؟
هي زي ما قلنا الماسكات الشعر مثلا بنتكلم من مرتين لثلاث مرات نبتدي نحس بالنتيجة، بس الحاجات اللي بتاخد وقت طويل زي نمو الشعر احنا بنتكلم في شهرين مثلا. بس شهرين نبتدي نحس ان الشعر ابتدى ينبت، الشعر تساقط الشعر ابتدى يقل، بنبتدي نلاحظ الحاجات دي. وبالوقت اكتر من كده هنبتدي بقى نحس ان الشعر بيطول، طول الشعر بقى اسرع من الاول وهكذا. طيب انا هرجع لك تاني عشان نتكلم عن الفيديوهات اللي معانا في الحلقه. أوكي. ازاي قدرنا نوصل للنوع ده من الساتسفاكشن للعملاء؟ خلاص استاذه ساره ممكن تكملي لي باقي المنتجات؟ عندنا بقى اخر حاجه خالص ثلاث ماسكات للاطفال. للاطفال واحد للشعر ده للشعر الكيرلي، وده للتغذيه لشعر الطفل التغذيه، وده منتج يعني خاص جدا لينا، ده بتاع الاطفال اللي شعرها فاتح او رفيع كده يعني فاين. ده بيزود السكنس بتاعها؟ ما بيزودهاش بس بيحافظ عليها، لانه الفاين هير عامه بيكسر بسهوله. تمام. فلازم بيبقى في حاجه وقائيه او حاجه بتسيل يعني بيعمل زي لاير زي شريحه كده حمايه. بالظبط كده حمايه. تمام. طيب خليني برضو افهم منك نقطه كويسه جدا. انا لما اتكلمنا في الحلقه اكتشفت ان انتم مش مهتمين بالسيدات وبس، لا وفي بعض المنتجات عندكم بتطلب بشكل كبير كمان للرجال. صحيح. طيب ازاي يا استاذه نوران قدرتوا توصلوا للنوع ده؟ لا هو دايما المشكله هي اللي بتربطنا بالموضوع. يعني في رجاله كتير قوي بتعاني من تساقط الشعر، في رجاله كتير جدا بتعاني من القشره، فاحنا بيجي لنا اوقات ان الرجاله هي اللي بتطلب المنتجات، واوقات تانية ان بتبقى ست بتطلب لجوزها او لابنها منتجات. طبعا. ومنهم كمان بيطلبوا ماسكات الشعر على فكره، يعني اوقات كتير قوي يجي حد يقول لي انا ابني شعري كيرلي وبينزل السباحه كتير وشعره بيبوظ وانا عايز اعمل له حاجه لشعره، فبتطلب له ونرشح لها فعلا الحاجه المناسبه من الرينج بتاعنا. تمام. طيب انا هنتكلم عن الفيدباك لعميله كانت موجوده عندكم، هنتفرج على الفيديو ده. أوكي. وبعدين نرجع لبعض تاني بعد ما نعرف كل منتج ازاي نقدر نوصل لاعلى كفاءه فيه. خلاص. طيب ممكن تشرحي لي، يعني انا شايف البنت هنا بتستخدم الكريم بالنسبه لها مش بيدي اي شكل تالف للشعر، هي تقدر يعني زي ما استاذه ساره وضحت لنا ده بعد ساعه انها تقدر تمارس حياتها بشكل عادي. هو المنتجات الريزلت ده ازاي قدرتي توصلي له؟ بشكل كبير معموله علشان ما تعطلش الواحد في يومه، يعني كيوس، احنا يعني اخترعنا كلمه كيوس دي، كيوس يعني فوضى اصلا، فوضى وماس وكريزي وايام مشحونه، فاحنا عملنا المنتجات بتاعتنا ما تعطلكش في يومك اللي هو كله كيوس. بالظبط. فبتحط الماسك على شعرها زي ما احنا شايفين وهو ناشف، تقدر ان هي توزعه على شعرها كله وتقدر تخرج بيه، تقدر تروح بيه الجيم، تحضر بيه ميتنج اونلاين او تخرج تروح الشغل. بالنسبه للاطفال بيقدروا كتير قوي بيودوا التمارين بالماسك وهو على شعرهم، ينزلوا السباحه، يودوا المدرسه، بحيث ان هي ما تعطلتش في يومها. الماسك مش مطلوب منه ان هو ياخد وقت من يومي، بالعكس هي حطاه ومستمتعه بريحته الحلوه وبتمارس حياتها بشكل طبيعي، وبتمارس حياتها بشكل طبيعي خالص. وقت ما بتبقى عايزه ان هي تاخد دش او تغسل شعرها متاح ليها ان هي تعمل كده، بتبتدي تغسل شعرها. احنا بس بنطلب منهم على الاقل نص ساعه ان علشان الماسك يقدر ان هو يشتغل على الشعر. تمام. اكتر حاجه ممكن تقعد بيه 24 ساعه بحالها، تفضل تنام بيه وتصحى الصبح تغسل شعرها عادي جدا. طيب استاذه ساره خليني برضو اتكلم معاكي في نقطه مهمه جدا جدا جدا. كتير من السيدات بيبقى عندها تخوف ان انا اول ما هستخدم المنتجات بالاخص العنايه بالشعر لون الشعر هيتغير. عايز اعرف منك ازاي نقدر نحافظ على لون الشعر وفي نفس الوقت المنتجات دي استخدمها بشكل ديري؟ بص يعني احنا المنتجات عندنا طبيعيه، فما فيش حاجه يعني هو عشان الشعر لونه يتغير لازم يكون في حاجه بتعمل كالرينج. يعني مثلا في ناس بتستعمل القهوه مثلا عشان تغمق شعرها او الحنه او كده، ده حاجه من الحاجات اللي مش موجوده عندنا. يعني احنا ما عندناش حاجه بترياكت مع لون الشعر فمضطره ان احنا نغيرها، فهي ممكن تستعمل منتجات عادي. الحاجات الطبيعيه عامه مش بترياكت مع لون الشعر. تمام. استاذه نوران في نهايه الحلقه حابب اعرف من حضرتك، لان كان فريق الاعداد مبلغني ان في عرض خاص لبرنامج حكاوي اليوم، عايز اعرف العرض لكل الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا ايه هو، وفي نفس الوقت هل ينفع اوصل للمنتجات بتاعتكم عن طريق اوتليتس غير السوشيال ميديا؟ الحقيقه اولا احنا بنبيع منتجاتنا خلال الاونلاين، الويب سايت والسوشيال ميديا،
بننزل في بعض الاوقات بازارات بس احنا ملناش تواجد فعلي فيزيكال في اماكن تانية دلوقتي. تمام. بالنسبه للعرض طبعا في تعارض للمشاهدين عندنا، احنا عاملين 10% خصم لكل الرينج بتاعنا. كل المطلوب ان حضراتكم تدخلوا على البيجز بتاعتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، تعملوا لايك للبيجز بتاعتنا وتدخلوا لنا على الخاص تقولوا لنا بس الصحه والجمال برنامج حكاوي اليوم وهتاخدوا العرض على طول. اعزائي المشاهدين، ودي كانت نهايه فقره النهارده من برنامج حكاوي اليوم. انتظروني الفقره الجايه، هتكلم مع خبير التجميل، مهمه جدا ازاي نقدر نعتني بالبشره بتاعتنا عن طريق الجلسات الطبيه.